النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وسلم كان إذا مرض استرقى بالقرآن، طلب الرقية من القرآن بقراءة ما يسر الله تعالى من التعويذات والآيات القرآنية التي يستدفع بها البلاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يستعيذ بالله عز وجل من الجان ومن أعين الناس، حتى نزلت المعوذتان وهي سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، فترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واقتصر على المعوذتين في استشفائه صلى الله عليه وسلم وفي قراءته على نفسه.